هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اخر فيديو حق هالسنه. ما ادري شو اقول والله، بسرعه طافت الايام واليوم اخر فيديو. اليوم راح يكون هو اليوم 20، هو اخر يوم حق البلومدان. اتمنى من كل قلبي انكم حبيتوه. وايد تعبت، وايد تعبت، بس وايد استانست. احس ان كان شيء وايد حلو، كان وايد وناسه وكان وايد يتعب. بس لما كنت اقعد اقرا الكومنتات عقب ما انزل الفيديوهات كنت وايد استانس، وايد استانس. فان شاء الله ان شاء الله العشرة ايام اللي باقيه يعني الله يتقبل منا ومنكم، وراح تصير 10 ايام. هني يبدي وايد تعب بالموضوع، فراح احاول كثر ما اقدر ان اتليست انزل فيديو بالاسبوع، عرفتوا؟ يعني في بنات كانوا كاتبين لي بالكومنتات انه سوي فيديو مثلا وانتي رمضاني، يعني وانتي تصلين وانتي تتصدقين وانتي صايمة. انا مستحيل راح اسوي هالشيء، يعني انا اي شيء يعني راح يصير بيني وبين الله هو بيني وبين الله، يعني ابدا ما راح تشوفون بيوم من الايام فلوج انا قاعد اصور اني قاعد اصلي، ولا احط الكاميرا واقعد شيء اقرا قران اصور لقطه صك القران واجي. عمري ما راح اسوي شيء كذي. فالفلوجات الرمضانيه بالنسبه لي نفس شلون المسلسلات، يعني احنا برمضان لما نشوف مسلسلات، نشوف فوازير، نشوف برامج، نشوف كاميرا خفيه، هي نفس الشيء الفلوجات مالتي برمضان. شيء ما راح يكون له شغل انه برمضان تشوفون يعني شيء معين، ما راح يكون ديني، يعني مو برنامج ديني راح اسوي. بس كنت ابي كذي، يعني الاشياء اللي البنات نحبها برمضان ووايد نسويها احنا برمضان. انا متاكده انه وايد بنات ينعزمون غبقات، حفلات قرقيعان، زوارات وكذي. فكان هو توتوريال وميك اب كان انسب شيء حق محتواي برمضان. فان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله اذا الله احيانا راح اسوي شيء، يمكن افكر بفكره غير، بس اكيد راح يكون فلومدان. فيمكن افكر بشيء غير، ما ادري شنو راح اسوي، بس يعني ان شاء الله ما راح اقطع هذا الشيء ان كل سنه نسوي اشياء كذي. بس ان بقول لكم مشكورين وايد، وان شاء الله ان انا سويت لكم اشياء حبيتوها، وان شاء الله استانستوا معاي. وراح نسوي الحين اخر ميك اب توتوريال حق رمضان هذا، حق فلومدان هذا، وان شاء الله راح ارجع حق محتواي العادي واللي هو كل احد واربعة. بس من عقب العشر الاواخر ان شاء الله راح يصير كل احد واربعة، بس ممكن اسوي فيديو او فيديوين، يمكن استعدادات حق العيد، سكين كير، اشياء كذي يعني. فيا راح نسوي الحين اخر ميك اب حق فلومدان 23. فراح احط جيرلان، راح احط الفاونديشن مال تو فيست اللي هو بورن ذس واي وورم بيج، وراح احط ساند، اوكي. الحين راح اخذ هذا مال شارلوت تيلبري اللي هو بلاشر كريمي، لونه شي على بنفسجي، هو مكتوب ليب اند تشيك جلو كولر اوف دريمز.
اسمه هو لونه الوردي اللي شوي على بنفسجي، عرفتوا هذا الموف. وراح احط مال الملك اللي هو بيكت، هدا بيوتي. كوتشي رقم 7 فيكتوريا بيكهام رقم 3 اوكي. الحين راح استخدم هذول الاثنين من شو يسمونه توم فورد. هذا اللي هو اسمه سول لوسلاب، هذا اللي هو باليت مال اي شادو، يصير كذي الوانه وايد حلوين ترى الالوان بالصج، احلى من هذا التصوير. راح احط افتح لون هذا اللي فوق، الحين راح اخذ فرشة اصغر واحط هذا اللون اللي تحت. وبعدين راح اخذ اللون اللي هو اغمج واحد. الالوان صايره على البنفسجي البصلي الفاتح، ما ادري عرفتوا بنفسجي فاتح، يمكن فيها طقه رمادي. اوكي الحين راح اخذ هذول اللونين اللي تحت وتحت العين. ان شاء
شارلوت رقم 2. الحين راح اخذ البالت هذا اللي هو ما 07، يصير فيه بلاشر واضاءة كذي صايرين. نفس الأقلام الحين أحط الرموش وأرد لكم. أوكي، ركبت الرموش وحطيت ايلاينر وماسكارا. الحين بحط اللي هي الاضاءة هذه، قلت لكم اللي رقمها 07، هي اللي نفس البلاشر فيها. اوكي الحين الحمرة بحط سور مال ماك. راح احط ميك اب فور ايفر رقمها 5. راح احط فينتي بيوتي فاسي. اينن اوكي. الحين بروح اعدل على شعري وانزل تحت عشان اراويكم اللوك النهائي، فيلا ليتس جو. اوكي سو هذا هو لوك اليوم، هذه الدراعه. صراحه الدراعه ما ادري من وين رفيجتي طالبت لي اياها، بس وايد حابتها، تشوق حيل تونس. لبستها مع البوتان هذا وجنطتي الشانيل، وحطيت مضاعدي ويا هذا هو اللوك اليوم. وايد حبيته، وايد حلو. فيا هذا هو اللوك. خل اصور لكم الحين بالرينج لايت عشان تشوفون الميك اب عدل. يا هذا هو الميك اب بالرينج لايت، وايد حبيته ووايد ماشي مع الدراعه، حبيت اللوك كامل. وبس والله هذا كان اخر لوك من فلومدان 23. ان شاء الله تكونون حبيتوا اللوكات، وكتبوا لي اي لوك اكثر شيء حبيتوه. نقول لوك واحد كان احلى واحد حبيتوه، وشنو لوك طبقتوه وطلع مضبوط وعجبكم لما سويتوه بالصج. وبس حيل زعلانه ان انا ما ادري ليش كنا يعني خلاص ما راح اصور مره ثانيه، بس لا ان شاء الله كلها كم يوم وراح ارجع لكم ونرد نستانس، وترد فلوقات السفر وفلوقات ترتيب الجنطة ومشتريات وشنو سويت هالاسبوع واشياء. واكيد راح اسوي لكم بعد مع زيون وكل شيء كل شيء كل شيء تبونه اكيد راح اصور لكم اياه. حيل متحمسة على الفيديوهات والفلوجز الجايين، لان متأكدة راح تحبونها، في اشياء جديدة، في اماكن راح اسافرها جديدة، فراح اصور لكم اشياء وايد حلوة وراح تستانسون انا متأكدة. وبس والله هذا كان اخر لوك حق هالسنة، ان شاء الله تكونون حبيتوه. اذا حبيتوه اعطوه ثامزة، ولا تنسون تشغلون الجرس
او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء بنات لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد وايد بنات، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي، ويلا باي.